ثبات الشخصية وعلاقتها باتخاذ القرار وحل المشكلات، واحد من الكتب المهمة في معرض الكتاب السنة دي، واللي بيرصد سمات الشخصية ومهارة اتخاذ القرار عند عينة من ذوي الهمم من طلاب الجامعة. خلونا نتصفح مع حضراتكم الكتاب ده ونشوف ازاي العلاقة ما بين ذوي الهمم والقدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات. منورنا النهاردة في استوديو صباح الخير يا مصر مؤلفة الكتاب الدكتورة أميرة الشيشيني، دكتوراه في الصحة النفسية والتربية الخاصة. منورانا وشرفانا دكتورة أميرة. أهلا وسهلا بيك. يعني قبل ما نتكلم بقى عن الكتاب النهاردة، احنا بنحتفل بذكرى 49 أم كلثوم، ولسه طالعين كده من فاصل وسامعين صوت الست. فسؤال حلقتنا النهاردة عن أحلى أغنية بنحب نسمعها لأم كلثوم. عايز أسألك السؤال ده في البداية كده، أكتر أغنية مرتبطة بيها مع أم كلثوم إيه؟ أنا بحب الأغاني الوطنية لأم كلثوم، بس يعني أحلى أغنية بحب أسمعها أنت عمري وفي أمل حياتي طبعا. ليهم تأثير طبعا على الصحة النفسية، طبعا في أغاني بتدي الروح الوطنية وحماسة كده وحب الوطن، وفي أغاني تانية بتدي نوع من أنواع الهدوء والراحة والإحساس بقى بمشاعر انفعالية بقى، يعني زي الحب كده والعواطف، بتنمي الاتجاه العاطفي كمان عند الناس. بس طبعا ما بقاش موجود في الجيل اللي احنا فيه دلوقتي. كله ليه تأثير على الصحة النفسية؟ طبعا ليه تأثير كبير، بيخلي الإنسان يشعر بأن هو يعني عنده زي حزمة كده من العواطف محيطة بيه، وعنده استعداد يدي بقى حب، وبتنمي عنده روح العطاء كمان. الأغاني الرومانسية وخصوصا الأغاني الهادية اللي هي القديمة. أكيد. طيب خلينا بقى ناخد الموضوع الأساسي بتاع الكتاب اللي لفت نظرنا، خلينا نتصفحه كده مع حضرتك. في علاقة بين سمات الشخصية وبين مهارة اتخاذ القرار، عملتي ده وشفتيه بالذات بالتطبيق على ذوي الهمم في الجامعة. الفكرة جات لك منين؟ ليه ذوي الهمم؟ ايه الحاجات اللي لقيتيهم رابطين ببعض؟ اولا الفكرة جات لي لان انا مهتمة بمجال ذوي الهمم يعني من وانا صغيرة، ولما خلصت كليتي كنت عايزة اخدم المجال ده لان انا واحدة من ذوي الهمم، وخصوصا مجال ذوي الإعاقة البصرية. فاخترت المكفوفين لان هم انا من الاعاقه المتوسطه للاعاقه البصريه. فاخترت المكفوفين لان هم خلاص بقى يعني ما عندهمش اصلا قدره على الابصار، فليهم سمات شخصيه، يعني هم طبيعيين زي كل البشر بس ليهم سمات شخصيه بتفرقهم شويه عن اقرانهم اللي في نفس سنهم. فاخترت طلاب الجامعة لأن دول اللي هيطلعوا بعد كده نستغلهم ونستغل طاقتهم اللي هم عندهم أصلا زي كل الناس، يستغلوها في خدمة المجتمع بتاعهم. كتير منهم عنده سمات شخصية مختلفة شوية عن الطبيعي، إن هو ممكن يكون عنده انسحاب، ممكن يكون عنده انطواء، عنده خوف من التعامل الاجتماعي مع المجتمع. ففي الكتاب بتاعي حاولت ان انا اربط ما بين سمات شخصيته وهل هو عنده القدرة على اتخاذ القرار وحل المشكلات ولا لا. هل المعاق بصريا ده وخصوصا المكفوف اللي هو يعني عنده حجاب ما بينه وما بين العالم الخارجي بتاعه، لما يتحط في موقف هيقدر ياخد قراره الصحيح؟ هيقدر يختار ما بين البدائل الكتير اللي عنده قرار سليم، ولا هياخد قرار فيه اندفاعية وعصبية؟ وده اللي احنا بنقيسه في سمات الشخصية. يعني في سمات الشخصية اللي انا بقيسها بقيس حاجتين، بقيس الانطواء مقابل الانبساط اللي هو يبقى منفتح على العالم، وانطوائي اللي هو انسحابي، وبقيس تاني كمان العصاب مقابل الاتزان الانفعالي. دول لهم تأثير مباشر على قرارات الانسان. يعني لما بيكون الواحد هادي او بيكون الواحد منفعل ليه تأثير مباشر على قراره. هل انت هتاخد قرارك بشكل سليم ولا لا؟ هادي ومنفعل ده حسب الموقف، ولا هادي ومنفعل ده حسب طبيعته الشخصيه؟ بص، هو هنا انا بناقش، ولا هو اصلا بينفعل؟ لا، هو هنا انا في الكتاب بناقش طبيعته الشخصيه، بناقش طبيعه الشخص ده، تركيبته الداخلية بمعنى أصح. لأن سمات الشخصية هي سمة شخصية ثابتة عندك. يعني أنت إذا كنت شخص متزن انفعاليا أو عصابي
فهي حاجة ثابتة في شخصيتك، ما هيش هتتغير ما بين كل موقف والتاني. ممكن تزيد الوقت العصبية لو في موقف عصبي، بس برضو يتحكم فيها. لو انت عندك اتزان انفعالي هتبتدي برضو متبقاش عصبي قوي. جميل. فهتبتدي تفكر بشكل متعقل شوية في الأمور. السمات الشخصية دي حتى أصنع القرار أو أتخذ القرار، في مجموعة من الخطوات مهمة جدا بيمر بيها أي إنسان. فكرة تحديد المشكلة وجمع المعلومات حوالين هذه المشكلة، بعدين تحديد البدائل المتاحة أمام هذا الشخص، ثم اختيار أفضل البدائل، ثم القيام بسلوك لحل المشكلة. إزاي الخطوات دي تم تطبيقها من واقع الدراسة ومن واقع العينة اللي حضرتك اخترتيها من طلبة الجامعة؟ هو هنا لما تشابهت حتى خطوات اتخاذ القرار وخطوات حل المشكلة، الاتنين متشابهين مع بعض، ان انا عندي بدائل وبختبر البدائل دي وبختار افضل البدائل اللي موجودة عندي عشان سواء احل المشكلة او اخد قرار. طيب انا لما رحت طبقت الدراسه بتاعتي على المكفوفين، طبعا تعايشت معاهم فتره طويله جدا، لان حتى لو انا من ضعيف البصر فهم مكفوفين، فسماتنا الشخصيه مختلفه. انا شايفه العالم هم مش شايفينه، فعندهم فكر بيتحكم فيهم. فلقيت ان هم في منهم بياخد قرارات سريعه واندفاعيه، فبدأنا ان احنا نتكلم عن ان انت عندك كذا بديل، هتختار مين الانسب للمواقف. يعني لو حابه تصممي مواقف معينه بتحطيهم زي في اختبار علمي. صممت فعلا اختبارين، واحد في حل المشكلات واحد في اتخاذ القرار، وطبقتهم عليهم سواء من اول الفرقه الاولى لحد الفرقه الرابعه. وكمان بدأنا ان احنا نتعامل مع بعض، يعني تبع سمات الشخصية أصلا اللي محددينها الأساتذة والباحثين في الكتب عن المكفوفين. يعني في نقط كده، يعني ما تقربش قوي علشان خاطر إيه، تبقى حذر في التعامل علشان ما ياخدوش موقف منك برضو يعني. فبدأوا إن هم يدركوا الأمر، ففيهم كتير بصراحة كان ليه قرارات كويسة في المواقف اللي احنا حطيناها لهم. يعني انت ما بتسأله سؤال بيبتدي، في ناس بتفكر وبتاخد قرارها بشكل سليم، وفي ناس ما بت يعني خلاص هو خده علشان انا عايز اخلص من موقف ضاغط عليا. فاتخذ القرار، وقد ياخد القرار بس عشان يخلص من الموقف. طيب الناس ازاي تقدر تتعامل؟ يعني احنا حضرتك طبقتي على طلبه الجامعه، ازاي يحصل تكامل ما بين التخصصات المختلفه؟ ازاي يحصل تنسيق ما بين التخصصات في وضع منهج الطلاب بحيث ان احنا نخلي حياتهم اسهل ويكون الموضوع اقل ضغطا عليهم؟ هو بالفعل احنا في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي في اهتمام بذوي الهمم كبير، طبعا في جوانب كتيره جدا الدوله مهتمه بيه بتعليمات من السيد الرئيس، ان يتعمل لهم برامج خاصه بيهم ويتعمل لهم وسائل مساعده كتيره علشان خاطر تؤهلهم ان هم ينزلوا للمجتمع يتعايشوا فيه. ففي برامج كتير جدا محطوطه ليهم خصوصا للمكفوفين يعني، بس هي يعني فئه من الفئات يعني الناس ما بتتعاملش معاها كتير. يعني هم بيروحوا الجامعه وبيخلصوا تعليمهم الجامعي، بس فيهم ناس كتير قوي ما خدتش نصيبها من العمل او نزلت سوق العمل. قليل قوي لما حد بيحتاجهم في سوق العمل خصوصا المكفوفين. ممكن يحتاج واحد عنده اعاقه حركيه مثلا، عنده اعاقه سمعيه، انما بيبعد شويه عن اللي هو كفيف. فده هم حاسين بيه، هم حاسين شويه كمان باغتراب في المجتمع، اللي هم عاملين زي مجتمع كده لوحدهم اسمه مجتمع الكفيف. حتى ليهم جمعيات خاصه بيهم، ليهم شغلهم اللي بيشتغلوه، برامجهم، فهم نفسهم حاسين بالاغتراب والانسحاب الاجتماعي بتاعهم. فاحنا عشان نساعدهم ان هم يندمجوا في المجتمع ده، بنبتدي ان احنا بس نبتدي ناخدهم يعني حتى لو دمج جزئي في الاعمال بتاعتهم عشان نساعدهم ان هم يندمجوا يعني. طب ازاي يحصل ده بقى دكتوره اميره من واقع كده الخبره العلميه والعمليه؟ ازاي اعيد او اساعد على دمجهم في المجتمع، وكمان تقديم وسائل مساعده في التعليم؟ لانه من مراحل التعليم المختلفه هم محتاجين وسائل مساعده مختلفه.
ازاي نعمل ده ونطبقه في مدارسنا وجامعاتنا؟ هما بالفعل ليهم مدارس خاصة بيهم، مدارس مكفوفين، وحتى مكتبة اسكندرية فيها مكتبة اسمها مكتبة طه حسين، فيها معينات بصرية كبيرة جدا للناس اللي هما ضعيف البصر، وفيهم ناس كمان متبرعين. يعني احنا كنا بننزل نقرأ للمكفوفين في الكتب عشان نذاكر لهم، لان هما مش هيقدروا يقروا الكتب كلها، وانا مش هقدر اديله كتاب مكتوب بلغة برايل، هيبقى كتاب قد كده مش هيقراه. فبيحتاج حد يكون متدرب. يعني من الحاجات الحلوه اللي عملتها مكتبه اسكندريه ان هي دربت الناس للتعامل مع المكفوفين وعلمتهم لغه برايل. يعني انا درست برايل في مكتبه اسكندريه. فاحنا نقدر نعمل لهم ايه؟ اول حاجه ان احنا نقدر نعمل لهم انشطه مدرسيه نستغل بيها طاقتهم. هم عندهم قدره سمعيه كويسه وعندهم ذاكره كويسه على فكره، ما بينسوش. فدي من الحاجات اللي احنا نقدر نستغلها يعني معاهم. كمان المدرسين بتوعهم عايزين ندربهم باستمرار على البرامج الحديثه، لان للاسف المدرسين الموجودين في مدارس المكفوفين وصلت الخبره بتاعتهم لحد حد معين وما حصلش تطوير. فاحنا نطورهم علشان خاطر يواكبوا العصر اللي احنا ماشيين فيه. في اي جانب بقى التطوير ده؟ يبقى تطوير في ايه تحديدا؟ بص، احنا في الوقت ده التطوير التكنولوجي مطلوب جدا، ونظم المعلومات مطلوبه جدا. هم بعيدين طبعا عن نظم المعلومات، كل حاجتهم سمعيه. فاذا كان عندهم برنامج بيقرا الشاشه بس، هي دي علاقتهم بالتكنولوجيا يعني. فالمدرسين ممكن يساعدوهم ان هم يستعملوا، يعني انا لو هقرا الشاشه مثلا، فهي حركه الماوس نفسها ممكن تقراها الشاشه، ويبتدي يتعامل مع السوشيال ميديا بشكل عنده حريه اكتر فيها يعني. طيب الفكره بتاعت ان احنا قد يكون في اختلاف عند الولاد من عن البنات في مجتمع الناس، يعني اللي عندهم من ذوي الهمم فاقدي الابصار، نقدر نقول ان هو في سمات كده مميزه للمجتمعين، ولا المجتمعين ممكن يكونوا منفتحين على بعض، لان في بعض الاحيان الاحتياجات بتاعت البنات بتكون مختلفه؟ وطبعا انا لما عملت الدراسه وقست سمات الشخصيه عند الطرفين، فهم تقريبا متقاربين في كل حاجة إلا حاجات فروق بسيطة، اللي هي بقى اللي هي فروق الأنثى والمختلفة عن الذكور شوية. فالبنات بتلاقيهم أكتر انطوائية، ممكن يكون ولد انطوائي بس البنت انطوائية أكتر. مثلا هي عندها خوف ورهاب اجتماعي، هو ممكن يكون عنده انبساط، يعني أنا هطلع بقى، يعني أنا واحد، يعني عنده من الجراءة ما تكفي ان هو يواجه المجتمع. فدي السمات الشخصية شوية اللي بتأثر كمان في القرار بعد كده. يعني الولد لما بيجي يجي ياخد قراره، الذكور بتاخد قرارها سريعا بجراءة، البنت بتتأنى او بتتردد كتير. البنات عندهم حتة التردد والقلق، وكمان بيصابوا باكتئاب لما بيحسوا بضغوط القرارات، انت لازم تاخد قرار دلوقتي فتصاب باكتئاب. اعتقد الذكور على حسب الدراسة بتاعتي ما عندهمش ده بشكل كبير، الا اذا كانت فروق فردية، يعني بعض الولاد على حسب التنشئة كمان بتاعتهم الاجتماعية في البيت. يعني التنشئه الاجتماعيه في ناس بتدي لاولادها الحريه ان هم ياخدوا قراراتهم، وفي اب لازم هو اللي ياخد القرار لاولاده، فده طبعا بيرسم سمات الشخصيه سواء للي هو طبيعي او اللي عنده مشكله. في نهايه الكتاب يعني كان في فصل في مجموعه من المقترحات والتوصيات عشان اعزز التعامل مع اصحاب الاعاقه البصريه، وان هم يعني يندمجوا بشكل عادي جدا في المجتمع. ابرز هذه التوصيات ايه، وازاي ممكن بالفعل نتغلب على اي تحديات تواجه اصحاب الاعاقه البصريه؟ وطبعا انا كاتبه عدد من التوصيات في الكتاب، ان انا لابد من الاهتمام لابد ان انا اهتم لابد ان انا اهتم بيهم وبرامج التدريب بتاعتهم، ادرب المعلمين، اجهز المدارس بشكل كامل علشان خاطر تؤهلهم لما هم يكبروا ويوصلوا لسن الجامعه يبقوا مؤهلين لسوق العمل.
كمان المعينات البصرية بتاعتهم، أهتم كمان بالمشاكل الصحية والنفسية، لأن هم عندهم مشاكل نفسية مختلفة عن الآخرين، عندهم مشاكل اجتماعية، فاحنا بندرب الأخصائيين الاجتماعيين للتعامل معاهم إزاي، ومندرب كمان الكوادر كلها المحيطة بيهم، ومنؤهل ليهم سوق العمل، يعني أخلق ليهم فرص عمل متاحة فعلا. يعني أنا خلاص أصلي حصرت دوره في إن هو يكون يا إما مدرس في مدرسة، يا إما إن هو يكون في مكان بيحتاج منه إن هو يحفظ حاجات معينة ويقولها بس، يعني هو ما بينطلقش بقى في سوق العمل. إنما لو أنا دربته من هو لسه صغير إن هو يقوم بمهارات معينة هيحفظها ويقوم بيها. أشكرك شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتينا دكتورة أميرة الشيشيني، دكتوراه في الصحة النفسية والتربية الخاصة. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير.